الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا محمد رسول الله. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه، فأدى وبلغ حتى أتاه اليقين، فاللهم جازيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ففي هذا الصباح كنت أتأمل في صورة النحل، وهي الصورة التي تحدثت عن جميع المواضع والمسائل الدينية والدنيوية. فعلى المسلم أن يقرأ القرآن ويتدبره ويتأمله، فوالله من كانت له قطيعة مع القرآن كانت له قطيعة مع اللذة والسعادة والهناء والراحة. من عاش مع القرآن قراءة وتدبر وتأملا عاش في سعادة واطمئنان في نفسه وفي حياته وأسرته، ومن ابتعد عنه عن القرآن الكريم فإنه يعيش ضنكا وضيقا وشقاء. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا قرأته وتدبرته وتأملت فيه وجدت حلاوته على لسانك في قلبك في نفسك. وللأسف الشديد المسلمون أعرضوا عن هذه السعادة، شبابا وكبارا، مثقفين وغير مثقفين، لا يلتفتون إلى القرآن، وإذا قرؤوه يقرؤونه مجردا، أي مجردا عن التدبر والتأمل. فمن منا يأخذ المصحف الشريف ويقرأ ويتأمل في الآيات؟ فهذه الصورة أدعو الشباب إلى قراءتها والتأمل فيها، أدعو المثقفين إلى قراءة والتأمل فيها. فيها ما فيها من العجائب والبدائع التي أبدعها الله عز وجل في خلقه. فتحدثت هذه الصورة عن العقيدة الكبرى، عن البعث والساعة، وتحدثت عن عالم السماوات والأرض، وتحدثت عن خلق بني آدم، وتحدثت عن عالم الأنعام التي فيها منافع لنا، وتحدثت عن عالم الماء، وتحدثت عن عالم النبات والشجر، وتحدثت عن عالم التوقيت وعلم التوقيت والفلك، وتحدثت عن عالم المعادن الموجودة تحت الأرض التي أودعها الله للإنسان في الأرض ليستخرجها ويستفيد منها، وتحدثت عن عالم البحار والأسماك وما يستخرج بها من اللؤلؤ والمرجان، وتحدثت عن عالم الجبال والجيولوجيا، وتحدثت عن عالم سلامة السير في الطرقات والبحر
وخص الذكر وخصت الذكر للحديث عن عالم النحل. كل هذه المخلوقات التي تحدث الله عز وجل عظيمة، من تأملها استحضر عظمة الله. ومن عظيم خلقه إلى صغيره، عالم الجبال، عالم السماوات والأرض، عالم الجبال، فتحدث الله عز وجل عن عالم النحل، وسميت الصورة باسم هذه الحشرة صورة النحل. كلام الله، صورة القرآن الكريم تحمل اسم النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. استخدموا عقولكم أيها الناس وتأملوا في خلقي ومن خلق هذه الحشرة. النحل عالم غريب، أمرنا أن نقتدي به، أمرنا أن نتأسى به، أمرنا أن نكون على نهجه ومن واليه من حيث العمل والإتقان. هيهات هيهات أن يكون الإنسان مثل النحل، هيهات. بالوقت يستحيل أن يكون الإنسان مثل النحل في الجدية والعمل والمثابرة والصدق. النحل مملكة، مملكة بجيشها وعتادها وعدتها وعلمها وعملها واقتصادها. النحل كل خلية من النحل لها هذه الخلية ملكة، ملكة تسودهم، ملكة تحكمهم. هذه الملكة مكلفة بوضع البيض، بوضع البيض. هذه الملكة شرابها خاص، عسلها خاص، لا تأكل ما يأكله باقي النحل، محاطة بعناية ورعاية يحرسونها ويعرف النحالة الذين يربون النحل. إذا أغضبها وغضبت تخرج من الخلية ويتبعها رعيتها، تتبعها ثم يستلطفها ويستعطفها بالروائح الزكية لعلها تخرج، لعلها تعود إلى الخلية والبيت مرة أخرى. هذا النحل يضع بيوته إما في الجبال وإما على الأشجار وإما في البيوت المعدة لها. النحل يبني بيوتا في غاية الدقة، وأهل الهندسة يعرفون بناء وكيف تبني النحل بيوتها وخلاياها بهندسة يحتار فيها المهندسون. بيوت على شكل سداسي، زوايا هذا الشكل كله يملأ، وهذه الزوايا كلها تملأ لا فراغ فيها. النحل يخرج من بيته باحثا
عن الأزهار الطيبة فيمص رحيقها ويقطع أميالا آلاف الكيلومترات، فإذا وجد أزهارا فيها رحيق فتترك آثارا، نحلة واحدة تترك آثارا على الأزهار، ثم تعود إلى الخلية وإلى أخواتها فترقص رقصة إما تبين من خلالها أن المسافة بعيدة أو أن المسافة قريبة فيتبعونها ولا تأخذ إلا الرحيق الطيب تشربه، ثم تعود إلى البيت إلى المملكة فتفرغ أجهزة معامل لاستخراج العسل المصفى، وهذه المملكة لها جيش، والذين يعملون هم الإناث، هن الذي لا يعملن على طوال اليوم فيشتغلن، وهناك الذكور مهمتهم التلقيح، فإذا لقحوا الملكة فينتهي دورهم، لا يعملون ولا يساهمون في إنتاج، وإنما يأكلون ويلقحون، أما الإناث فيعملن على دوام بالدوام، وليس في النحل كسول ولا كسولة، وليس في النحل من يتوانى عن العمل أو يتواكل، وهناك في المملكة مملكة النحل حراس يحرسون المملكة، فكل نحلة تدخل لا بد أن تفتش، لا بد أن تراقب بدقة، فإذا وجدوا فيها وشموا فيها رائحة خبيثة إن كانت قليلة فيتركونها خارج الخلية حتى تزول منها الرائحة، وإن كانت النجاسة كثيفة فيقتلونها ويقطعونها، فإذا جاء دخيل ودخل إلى المملكة فيقتلونه، يقتلونه وحتى لا يعطي رائحة كريهة فتؤثر على النحل فيشمعونه بالشمع الخاص بهم حتى لا يعطي الرائحة المنتنة. عالم غريب في العمل والدقة والصدق، لمن هذا النحل وهذا العالم وهذا العمل وهذه الجدية؟ لمن؟ لك أيها الإنسان، لتشربه أنت، لتستفيد منه أنت أيها العاقل أيها الإنسان. كل ما خلقه الله لك هو النعم لك، تأكل وتشرب، عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، فيه شفاء للناس، ألا تشكر الله؟ ألا نشكر الله؟ ألا نعبد الله؟ ألا نوحد الله؟ فنقول الحمد لله على نعمك. ولذلك في هذه الصورة نفسها بذاتها يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور حليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله كثيرة. عجيب أمر الإنسان الغافل الجاهل الذي يتنعم بهذه النعم ولا يصلي ولا يذكر الله ولا يشكر الله ولا يحمد الله ولا يعرف الله، والله إن هذا الإنسان لجاهل. وتسمعون
من يقول إن الإنسان وإن هذا الكون جاء صدفة، أمور طبيعية عادية، فاعمل مثل ما يعمل النحل. فالعلوم المتطورة لم تستطع أن تصنع ما يصنعه النحل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقومون